بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. اذا هذا الفيديو جماعه موجه خصوصا لتلاميذنا في الجزائر العاصمه. جماعه هذا الاسبوع ان شاء الله يوم الاثنين 25 مارس راح تكون عندنا دوره في وحده الاحتمالات. هذا الدوره موجهه للبكالوريا، جميع الشعب العلميه، علوم تجريبيه، تقني رياضي ورياضيات. ننصحكم بقوة جماعة أنكم تحضروا في هذه الدورة، راح تكون مفيدة لكم بزاف. وش راح نشوفوا فيها؟ راح نشوفوا فيها الملخص تاع دروس هذه الوحدة، كل ما في هذه الوحدة من الناحية النظرية، يعني الدروس والخواص والقوانين وغيرها. وراح نهزوا هذا الأهم تمارين شاملة لكل أفكار هذه الوحدة. يستحيل أن تكون كاينة فكرة في هذه الوحدة، وحدة الاحتمالات، ما راحش نشوفوها في هذه الدورة. يعني راح نشوفوا جميع الأفكار، وراح نشوفوا ايضا مقترحات تمارين فيها افكار قويه وممتازه. اذا ننصحكم بحضور هذه الدوره. وايضا المهم في هذه الدوره انها ان شاء الله راح تكون وراها سلسله دورات، يعني راح نديروا دوره مراجعه شامله في وحده الاحتمالات، بعدها في المتتاليات، بعدها ايضا في الدواء الاسيه، في الدواء اللوغاريتميه. من خلال هذه الدورات راح تضمنوا جماعه بلي راكم راجعتوا كل الوحدات وجميع الافكار اللي فيها. الان السؤال اللي يقدر يتطرح، استاذ، وش هو المستوى تاع التلاميذ المعنيين بهذه الدوره؟ اي تلميذ مطلع على دروس هذه الوحده وحال ولو قدر معين من التمارين راح يستفاد بكثره من هذه الدوره. واش راح تقدم له؟ تنظم له افكاره، تعطي له جميع الافكار اللي في الوحده، جميع الاسئله اللي تجي في هذه الوحده، وجميع النماذج تاع التمارين في هذه الوحده. على الاقل لازمتك تكون مطلع على الدروس في هذه الوحده. اذا ما تراطمش هذه الفرصه، الدوره هذه ان شاء الله راح تكون يوم الاثنين 25 مارس، وين؟ في القبه، مدرسه الرشد. راح نخلي لكم الارقام تاعهم، تواصلوا معهم من اجل انكم تحجزوا المكان في هذه الدوره، لانه اللي يحضروا في هذه الدوره راح تكون ان شاء الله عندهم الاولويه باش يحضروا معنا في الدورات تاع الوحدات السابقه. اذا تلقاو ان شاء الله يوم الاثنين. الدوره على متى تبدا؟ تبدا على الواحده والنصف زوالا، يعني في الوحده ونص تاع نص نهار، وتكون فيها ان شاء الله 3 ساعات. نتلاقاو ان شاء الله يوم الدورة بالتوفيق. السلام عليكم.